criminal explosion of August 4. Tens في لبنان وفي دنيا العرب. And inflicted a terrible wound onto the social. المتحف نشأ سنة 61 ولكن تاريخه تاريخ في تقطع بسبب أوضاع لبنان خاصة، يعني أقفل عدة مرات أثناء الحرب الأهلية، وكنا أنشطة في المتحف تجري بأمكنة أخرى، وبعدين أقفلناه 6 أو 7 سنين بهدف التوسعة والترميم والتجديد، وهذا أخذ كثير وقت كمان لأن ما كان عندنا كل الإمكانيات المادية اللازمة، فأخذ كثير وقت، ثم أعيد افتتاحه سنة 2015. رجعنا أقفلنا سنة 2020 بسبب انفجار 4 آب الإجرامي. كنت كتير ازعل وقت امرق حد المتحف وشوفه مسكر، سو هلا هيك it gives us hope انه نرجع نطلع ونشوف انه عم ترجع الثقافه، عم يرجع الميوزيوم، ودائما هيدي صرخه من لبنان لكل العالم تيقولوا انه دائما الارتس والكلتشر اقوى من كل شيء، يعني ما في شيء بيدمرهم.